بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، طبتم وطاب مساكم بالمسره وبالمحبه. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هنا في بطوله رابطه فرق الاحياء لكره قدم بمكه المكرمه، هنا في الجوله الثالثه والاخيره مفترق الطرق، اما ان تعدل من بدايه البطوله او اما تعدل من المباريات الاولى وتصحح المسار بعد ذلك تصل الى المرحله المقبله والى الدور القادم، واما ان تغادر بعد سوء النتائج التي كانت في المباريات الماضيه. لكن في هذا اللقاء الذي يختلف تماما عن اللقاءات التي ذكرتها، هنا في هذا اللقاء الذي عنوانه مباراه الصداره وعنوانه البحث عن الصداره، الصداره والا فلا. نعم، نجوم العزيزي الذي يلعب بكامل اسمائه بدون اي غيابات، هكذا يدخل ممدوح الرودي هذا اللقاء، ومن حسن حظه ان يقابل الانتصار. قلبوا الطاوله ورجعوا للمباراه بثلاثه اهداف. مبارك سالم، عبد السلام، علي راح، علي راح، علي راح، علي علي علي، الله هو الافضل. الانتصار في مساله السيطره افضل. علي عداها خطيره خطيره. اوه اوه يا علي، اوه يا علي عبد السلام. الكرة الماضية بتصل في منتصف الملعب، علي خطفها، علي خطير، علي سريع، علي راح، علي جول، علي جول، الله الله الله. اوه على الكرة الماضية، وين رايحة؟ وين رايحة؟ خلينا نشوف. هزازي هزازي هزازي، لا سهلة جدا في احضان الحارس عبد الرحمن العمري. الكرة الان عالية، حمودي ينطلق، حمودي يهرب، عمر يعيد اليمين، يعيد اوهو اوهو. مرت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. الآن حتتابع حمود الزارعي منقول على القائمة الثاني. محمد إبراهيم يأخذ الكرة في أحضانه، لكن ما زالت، لكن ما زالت، ما زالت. جول جول جول، الله. راح نتابع، راح نشوف حمودي خطيرة، جول، الله. عبد الرحمن ديان على التنفيذ، عبد الرحمن المغربي، عبد الرحمن المغربي ينقل لك وحدة عالية خطيرة خطيرة. أنصاري، وين يا أنصاري؟ وين يا أنصاري؟ بعد ذلك مباراة خلصها اللقماني أبعدها، علي عبد السلام سيطر، مررها لمحمد، لكن بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك الكرة مرت واحد إلى خارج أرضية الملعب. عزيزية في الشوط الأول، لكن الأهداف سلبية. قول الله 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 الله، لكن عبد الرحمن العمري الان حتتابع. حمودي حمودي، اوه يا حمودي، اوه اوه يا زلعي، اوه تسديده بعد ذلك. شوف المحاوله، الانطلاقه من عثمان، برناوي انطلق، برناوي هرب، برناوي راح، سلطان ناجي يا لعيب. الان حتتابع، الان حنشوف عثمان عثمان عثمان. مرت الكره الماضيه، لقاء خطا موجود الان لمصلحه نجوم العزيزيه، خطا لمصلحه نجوم العزيزيه. هل ياتون بواحده يرسمون الفرحه والافراح عاليه؟ خلصها عبد المحسن، ما شاء الله يمين عثمان لعبد المحسن، ارتدت الان، كونتر اتاك الان. شوف النقله، وعلي علي علي، هو هو نعم 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 نعم، ركلة جزاء، ركلة جزاء يا المغربي، كانت واضحة، كانت واضحة. لم معاي الطارقي، وين رايحة؟ وين رايحة؟ هذه ضايعة، هذه ضايعة، هذه ضايعة. برافو يا طارقي، برافو 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 يا طارقي، شالها شال. خارج ارضية الملعب وائل المولت، عالي باتجاه علي عبد السلام، علي مشاغب، خطير 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 خطير، جول، الله الله. حلوة يا علي، حلوة. لا تنبت بعد، لا تنبت عود. صالح راجح، صالح راجح، هذا الحارثي مشاها لليامي عثمان. البرناوي في الكرة الماضية، الكرة قد تنقطع في المنطقة المحظورة، نعم هي محظورة، عرضية، جول جول. راية 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 في اللقطة الماضية، راية في اللعبة الماضية. راح نتابع الآن رمية جانبية لمصلحة فريق الانتصار، وائل المولت، عالية، حمودي، زالعي زالعي، جول يا علي، جول، الله. هذه اللقطة قد تكون واحدة، قد تكون واحدة، قد تكون واحدة. لا 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 لا، الله 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 الله، مرة سليمة.
وصلت الكرة الآن عند محمد الزلعي، عرضية خطيرة خطيرة، الله، لكن ما زالت أبعدت الكرة، وصلت عند مبارك، عبد الإله باعيسى أبعد الكرة الغربي، يتقدم عبد الرحمن للجهني، الجهني مشاها عثمان جول، لكن العمري في المرمى صار مشروع مرتدة، الأنصاري مشاها للبرناوي، البرناوي مر، البرناوي عدى، البرناوي راح 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 راح، لكن ما زالت جهني ما زالت أما الآخر من الناحية اليسرى، مرت الكرة منصور عسيري، نعم معها مشاهدينا متابعينا الأعزاء حكم اللقاء الباش مهندس سامح سمير يطلق صافرته معلنا على نهاية أحداث هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، نهاية مباراة الانتصار والنجوم العزيزية استضيف مدرب فريق الانتصار. مباراة كانت سجال بين الطرفين، نجوم العزيزية والانتصار، لكن التعادل كان عادل، واثنين تأهلتوا لدور الـ32، لكن انتوا المركز الثاني والنجوم العزيزية المركز الأول بفارق الأهداف. أولا الحمد لله على كل حال، كان طموحنا 3 نقاط وتأهل تصدر المجموعة، بس الحمد لله المركز الثاني. كنا في المباراة اليوم داخلين على زي ما قلنا 3 نقاط، والفريق كان كويس والعيال كانوا كويسين، يعني طول المباراة ضاغطين، هجمات كثير ضايعة، عندنا غيابات مهمة، هدافين غايبين في نفس اليوم لظروف أثرت علينا قدام ما نسجل، لكن بصورة عامة الفريق كان جدا ممتاز ومقنع، والحمد لله على كل حال يستاهل النجوم العزية للمركز الأول، وإحنا إن شاء الله بالتوفيق لنا إن شاء الله كمركز ثاني، إن شاء الله إنه قادرين إنه نرجع ونعدل الصورة قدام، وقادرين إنه ننافس ونحقق إن شاء الله بإذن الله. بالمستوى اللي قدمه الانتصار في المجموعات، مستوى كان جدا ممتاز، والمباراة الأخيرة كذلك، هل إن شاء الله حيستمر المستوى هذا في دور 32؟ إن شاء الله، إحنا طموحنا البطولة، واللي قلت لك اليوم إحنا يعني مبسوطين من المستوى، لأنه هذا المستوى اللي يعكس طموحنا قدام، قادرين يعني النقاط الضعف عندنا عدلنا أشياء كثيرة منها، النقص أثر علينا اليوم، لكن المستوى كان جدا ممتاز، وإن شاء الله طموحنا البطولة، وقادرين نحن نحققها إن شاء الله بالمجموعة هذه، والتوفيق إن شاء الله لنا وللجميع يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على كل شيء، أتمنى أن صراحة صدارة المجموعة يعني يتوقع على قولك السجال والأشياء دي، يعني أضعنا فوق كذا ضربة جزاء وضيعنا كم يمكن 4-5 فرص، فما أتوقع يعني أنها كانت سجال على قولك، أتوقع مباراة يمكن من طرف واحد، الطرف الثاني يمكن ما لهم الهجمة هجمتين، بس الحمد لله على كل حال، يلا الثاني ونكردنا بالأول، لكن الحمد لله على كل شيء. أيضا مشاهدينا الكرام، نستضيف المدرب ممدوح الروقي. أولا نقول لكم ألف مبروك لتأهلكم لدور 32 بصدارة المجموعة. أول شيء اللهم لك الحمد، يعني الواحد يكون مبسوط جدا لما يحقق هدف من أهداف يحطها بداية البطولة، اللي هي كانت المرحلة اللي كانت صدارة المجموعة، والحمد لله مشينا خطوة بخطوة، والله كرمنا من 3 نقاط 3 نقاط. اليوم بخصوص المباراة اليوم، يعني يمكن الشوط الأول ما كنا جاهزين للمباراة بشكل متحمل مسؤولية كاملة كإدارة الفريق بعدم تجهيز اللعيبة بخصوص الكرنيات بخصوص الطقم، حصلت معنا سوء مشكلة قبل المباراة، أحد الزملاء اللي معاه الأغراض والأمور هذه صارت معه مشكلة فتأخرنا كثير، فحتى التحضير للمباراة كان فيه مشكلة، لكن الحمد لله شوط الأول صح كان انتصار أفضل منا بكثير، لكن حاولنا نوقف اللعيبة ونوقفهم في الملعب بشكل كويس. الشوط الثاني اللهم لك الحمد، يمكن الخطر الوحيد اللي كلفنا هو خطر ركلة الجزاء اللي صراحة واضحة، لكن كالعادة أفضل حارس في مكة موجود دائما، لاعب ب 45 سنة يلعب وقاعد يقدم، وهذا درس كبير مع المعلم نوح ومع لعيبة كبار، اللهم لك الحمد. حاولنا نعدي الشوط الثاني وكنا الأفضل أتوقع الشوط الثاني. طيب هل نقول مستوى نجوم العزيزية اللي كان اليوم يعكس في الأدوار القادمة؟ والله شوف أنا أخوك، أنت في المجموعات ممكن عندك فرصة أنك تدور مستوى كبير، لأن عندك 3 مباريات وعندك فرصة أنك تتأهل بكذا مباراة، لكن في خروج المغلوب دائما المهم إيش؟ المهم النتيجة، يعني إحنا نبحث عن المباراة الجاية، المستوى شيء يطمح له أي فريق، لكن أنت ممكن تقدم مستوى السنة الجاية لما تذكر بطل مكة حتقول بطل مكة خرج من لا سمح الله من دور 32، لكن لما تكسب النتيجة حتقول بطل مكة مكمل لدور 16 ودور 8، وهذا شيء يعني يحسب للشباب. رسالة بسيطة بس أخير خلصنا، رسالة بسيطة أقدم الشكر الجزيل للأستاذ هادي مجرشي والأستاذ عيسى عسيري، صراحة ما نشعر فيه احنا كرياضيين من عمل تطور عمل الفترة اللي راحت شيء يشكرون فيه، واحنا يدنا في يدهم وهم الجنود المجهولين
للاسف في الرابطه، لكن احنا يدنا مع يدهم وان شاء الله خطوه بخطوه نحقق الشيء اللي هم يبغونه. وشكرا لكم ان شاء الله وبالتوفيق. شكرا ان شاء الله لك. ونسمع بطل مكه كمان السنه. شكرا ان شاء الله. هذا مسؤوليه كبيره علينا، احنا داخلين ننافس فيها، ان قدرنا نحافظ عليها فهذا شيء ان شاء الله مو مستغرب عنه. ما قدرنا هذه كوره يوم لك ويوم عليك، لكن الهدف انك تحط خطوه خطوه، هدفي الان هو دور 16 بس. موفق يا حبيبي. شكرا لك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. صراحه كانت مباراه صعبه، والانتصار زي ما انت عارف فريق قوي، فريق له اسمه في مكه. وثاني شيء الحمد لله على المركز الاول صدرت مجموعه، والشباب ما قصروا يعطيهم العافيه، وهذا جهد ابو خالد والكابتن علي هزازي، ما قصروا الشباب يعطيهم العافيه، وبارك لهم على المركز الاول وقادم مجموعه.